لقي أستاذ عشريني يبلغ من العمر 26 عاما للتعليم الابتدائي ينحدر من دائرة البروج إقليم سطات، حدفه أول أمس الأحد 1 غشت 2021 غرقا ببحيرة سد المسيرة بالمنطقة، حيث كان في رحلة استجمام رفقة العديد من أصدقائه. مصادر من عين المكان أكدت أن جثة الضحية تم انتشالها من طرف فرقة تابعة للوقاية المدنية من عمق 12 متر، وقد تم توجيههما لمستودع الأموات لإخضاعها للتشريع وتحديد أسباب الوفاة، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع. وللإشارة، فالهالك كان يشتغل قيد حياته بمجموعة مدارس لوكارفا التابعة لدائرة البروج بإقليم سطات، في حين كان يتابع دراسته الجامعية بسلك الماستر شعبة المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات. تغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وإن لله وإن إليه راجعون. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.